سيدة تقول: زوجي كثير الأخطاء ويحب كثيرا مجالسة النساء والحديث معهن، وربما تعدى الأمر ذلك بكثير، لكنني أحبه، فهل من الواجب أن أغفر له ما يفعله وأعده خيانة لي، أم ماذا أفعل؟ من حق المرأة أن تغار على زوجها، كما أن من حقه بل من واجبه أن يغار هو عليها. والدين يوصي بأن تكون الغيرة في حد معقول، فإن شدتها قد تكون لها نتائج سيئة. وبالنسبة لما في السؤال، على المرأة أن تنصحه برفق وحكمة إن رأت منه ما يمنعه الشرع، على أن كلمة الخيانة خطيرة ومعناها مطاط، وكثيرا ما يساء استعمالها. وبالجملة فالمؤمنون نصحة بعضهم لبعض، وإذا كان في سلوك زوجك ما يجعل الحياة معه صعبة، فعليك بتحسين ذوي الدين والخبرة أو اللجوء إلى القضاء، والله أعلم.